بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع فيديو جديد على قناة الصادق في اللغة الإنجليزية على اليوتيوب. معكم مستر محمد الصادق. درسنا النهاردة هو عبارة عن حذف ضمائر الوصل. إمتى نحذف ضمير الوصل؟ وطبعا قبل ما تشوف الفيديو دوت لازم تشوف فيديو شرح ضمائر الوصف. لو ما كنتش شفت الفيديو هسيب لك الوصف بتاعه في صندوق الوصف، هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت، فعلامة الاي اللي هتظهر معاك فوق دلوقتي. يلا بينا نشوف شرح النهاردة. عندي omissions of relative clause، حذف جملة الوصل او حذف ضمير الوصل، اسف، omissions of relative pronoun، حذف ضمير الوصل. امتى اقدر احذف ضمير الوصل؟ عندي خمس حالات لحذف ضمير الوصل، خمس حالات يمكن أن أحذف فيهم ضمير الوصل. الحالة الأولى عندي إذا كان ضمير الوصل ده بيحل محل مفعول، زمان هو أو هوم أو ذات I met yesterday was very tall، الراجل اللي قابلته امبارح طويل جدا. الجملة ديت ممكن أحذف فيها هو أو هوم أو ذات، أقول زمان I met yesterday was very tall. وإزاي أعرف إن ضمير الوصل دوت يحل محل مفعول؟ قلنا أعرف إن هو يحل محل مفعول إذا جاء بعده فاعل أو اسم، اسم أو ضمير I. إنما لو جه بعده فاعل يبقى يحل محل الفاعل. يبقى هنا I ده ضمير فاعل. إذا ضمير الوصل اللي عندي هو أو هوم أو ذات يحل محل مفعول. زمان هو أو هوم أو ذات I met yesterday was very friendly، يمكن أن أحذف هو أو هوم أو ذات وأقول زمان I met yesterday was very tall. والحالة الثانية لحذف ضمير الوصل إذا كان الجملة مبنية للمجهول، the criminal who was arrested yesterday had killed two people، المجرم اللي طلع عليه امبارح قتل شخصين. عندي who was arrested دي مبنية للمجهول، هحذف who was وأحط التصريف الثالث مباشرة arrested، تبقى الجملة the criminal arrested yesterday had killed two people. يبقى إذا لو جملة مبنية للمجهول بحذف ضمير الوصل وفيرب تو بي اللي بعديه وأحط التصريف الثالث مباشرة، the criminal arrested yesterday had killed two people. The car which was stolen is mine، السيارة التي سرقت سيارتي. which هنا جملة مبنية لمجهول، which was stolen مبنية لمجهول، هحذف which was وأحط التصريف التالت مباشرة تبقى جملة the car stolen is mine. الحالة التالتة إذا كان الجملة مبنية للمعلوم، الجملة إحنا قلنا الجملة دي مبنية لمجهول بحذف ضمير الوصل verb to be. طب لو الجملة مبنية للمعلوم زي the people who live next door are friendly، الناس اللي عايشين جنبي ناس طيبين، اعمل ايه بقى في حالة الجملة لو مبنية للمعلوم؟ قال لك هنا هحذف هو ضمير الوصف والفعل اللي بعديه واحط مكانه فعل اخره اي ان جي، تبقى the people living next door are friendly. اذا لو جملة مبنية للمعلوم بحذف ضمير الوصل والفعل واحط مكانهم فعل اي ان جي، the people who live هتبقى the people living next door are friendly. الحالة الرابعة من حذف ضمير الوصل هي إذا كان ضمير الوصل بعده verb to be وصفة زائد اسم أو اسم فقط. يعني محمد صلاح who is a famous footballer won many prizes، محمد صلاح اللي بيكون لاعب مشهور فاز بجوائز عديدة. محمد صلاح who is a famous footballer، ممكن أحذف who is وأقول محمد صلاح a famous footballer won many prizes، يبقى هحذف هو از واحط الصفه زائد الاسم. ممكن احذف الصفه ديت لو ما فيش صفه في اسم بس، محمد صلاح هو از ا فوتبولر won many prizes، يبقى محمد صلاح a footballer won many prizes. المثال الثاني prisoner of zenda which is an interesting novel was written by Anthony Hoop. عندي هنا which is an interesting novel، which is جه بعديها
صفة زائد اسم، فيمكن ان احنا نحذف which و is ونحط الصفة والاسم مباشرة، تبقى prisoner of Zenda an interesting novel was written by Anthony Ho. اما الحالة الخامسة والاخيرة لحذف ضمير الوصل هي اذا كان بعد ضمير الوصل حرف جر. The student who is beside the door is clever. الطالب اللي جنب الشباك طالب شاطر. ممكن احذف who is لو احط حرف جر مباشرة. The student beside the door is clever. المثال الثاني the boy who is over there is my son. الولد اللي هناك ده هو ابني. فقول the boy over there احط حرف جر مباشرة. The boy over there is my son. وبكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون انتهينا من شرح حذف ضمائر الوصل، وقلنا إن ضمائر الوصل يتم حذفها في 5 حالات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.